بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. آمين آمين يا الله Yeah.
Madrasa Sanadiyah Qadiriyah Gempet Demak telah melaksanakan ziarah di Makbarah Sayyid Abdurrahman Mbah Sambung Lasem. Semoga dalam perjalanan kami menuju ke tempat-tempat selanjutnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala lewat barokah dari walinya Allah yaitu Mbah Sayyid Abdurrahman Mbah Sambung Lasem. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.